إذن مشاهدينا الكرام، الثقة والدعم بالفعل الذي تلقاه الشباب في السنوات الفائتة هو الذي أوصل بنا إلى هذا المشهد الرائع في منتدى شباب العالم وتخريج هذه الدفعة من الأكاديمية الوطنية للتدريب. وكما ذكرت لحضراتكم، التدريب والتأهيل هي الخطوة الأهم لبناء فكرة التمكين الشبابي في جميع المجالات حتى يكونوا قادة في مناصب وفي مواقع مهمة في الدولة المصرية، يمثلون فخرا دائما لمصر. دكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي لأكاديمية الوطنية للتدريب، في بداية حديثها الذي شاهدناه منذ قليل، يعني بالتأكيد تحدثت عن الأكاديمية وكيف هي خطة الأكاديمية والاستراتيجية التي تسير عليها لبناء الإنسان المصري، لبناء الشباب. يعني قالت إن الأكاديمية هي وسيلة للاستثمار في البشر، وإن الأكاديمية الوطنية للشباب مشروع مصر القومي لبناء الإنسان. وبالفعل بناء الإنسان يعني ملف من أهم الملفات الذي يحظى باهتمام القيادة السياسية في هذه المرحلة الحالية في جمهورية جديدة بأفكار ومفردات جديدة. معنا ومع حضراتكم الكاتب الصحفي الأستاذ شريف عارف لنتحدث معك. أستاذ شريف، في البداية تحياتي لحضرتك، وجملة من التوصيات تلتها دكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب والتي خرجت بها هذا المنتدى. يعني في البداية، تصورك ووصفك وعنوانك الخاص في نهاية هذا المحفل الدولي، كيف ترى وكيف قرأت فعالياته؟ مساء الخير على حضرتك وعلى كل مشاهديك. حقيقة إن أهم ما يميز منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة التي تنتهي بعد قليل هو مسألة التخطيط المدروس، سواء في التنظيم أو في محتوى دوائر وقضايا النقاش. يعني أنا أعتقد أن المنتدى أعطى فرصة كبيرة في مسألة تطوير الذات وطرح الأفكار التي لا تهم مصر وحدها، ولكن الأفكار التي تقدمها مصر للإنسانية. وهذا هو المبدأ الأساسي الذي أراه اعتمد عليه منتدى الشباب في نسخته هذا العام، وربما هذا ملخصه أيضا السيد الرئيس في أكثر من مداخلة وحوار بين الشباب، في أن هذا المنتدى أصبح منصة لتبادل الحوار والتواصل بين الشباب، وأداة للتبادل بين كل دول العالم في مجالات الرؤى المختلفة. وهنا بنرجع إلى الهدف الرئيسي من عقد هذا المنتدى، سواء في نسخته الحالية أو في نسخه السابقة. احنا كان أمام قضيتين رئيسيتين، هما قضية الحوار مع الشباب على وجه التحديد، ثم قضية التمكين، والتي شاهدنا قبل قليل ثمرة من ثمرتها المهمة، وهي صحيح. عملية التدريب المتعلقة بالأكاديمية الوطنية للتدريب. نعم. إذن احنا أمام محورين، المحورين كل منهما يخدم أهداف الدولة المصرية، وبالتالي يعطي تجربة أمام العالم جعلت من المنتدى منصة دولية للحوار، منصة معترف بها، وبالتالي أصبحت هذه المنصة لها قدرة على التأثير في رؤى الشباب على مستوى العالم. أحسنت دكتور، يعني أستاذ شريف، فيما يتعلق بفعلا المنتدى يقدم صورة إلى العالم لما وصلت إليه مصر، للمرحلة التي تعيشها مصر الآن. يعني كيف تقيم هذه الفلسفة الذي يعني اتبعها المنتدى هذا العام لتصدير هذه الصورة المشرقة في جميع المجالات، تنمية مستدامة وإنجازات في محافظات مصر، حياة كريمة وغيرها من الإنجازات للعالم بأسره من خلال شبابه؟
أنا في رأيي وأنا حضرت بعض هذه الجلسات أن هناك في تنوع كبير في التناول، وفي مسألة القضايا المطروحة خاصة ونحن لدينا محورين أساسيين في عام 2021 وهما الجائحة خاصة في مجالي الصحة والاقتصاد. مصر لها دور كبير في مقاومة الأمراض المختلفة ولها دور كبير في المبادرات الصحية التي طرحت، منها مثلا القضاء على الأمراض المزمنة والالتهاب الكبدي الوبائي وغيرها، ومئة مليون صحة وغيرها من المبادرات. كل ذلك ساهم في أن تقدم مصر نموذجا أمام العالم يحتذى به في جاهزية الدولة وفي كيفية التعامل مع الأزمات والأزمات الطارئة. أنا في رأيي أن المنتدى كان صريحا في خطابه الإعلامي، كان خطابا واضحا، خطابا يقرب مبدأ الحوار ويعمل على تدعيم رؤى الاتفاق وليس الخلاف. التأكيد على أن مصر الدولة المحورية الكبرى في الشرق الأوسط وأنها هي أم الإنسانية، فهي تقدم مثالا كبيرا للعالم بأن هذه الدولة التي تمتد في أعماق التاريخ إلى آلاف السنين قادرة على أن تجدد حيويتها من خلال مجموعة من الشباب نظروا أنفسهم لكي يقدموا عملا فريدا، دفع الأمم المتحدة ولجنة التنمية الاجتماعية بها إلى الاعتراف بمنتدى شباب العالم كمنصة حوارية دولية، وبالتالي أي توصيات ستخرج عنها سيكون لها التأثير العالمي المطلوب. عظيم، يعني النقطة أيضا التي لمستها في غاية الأهمية وبالتأكيد بعين الصحفي، لك مشاهداتك ومتابعاتك، كيف تناولت الصحافة العالمية هذا الحدث المصري الدولي، وكيف الصحافة الأجنبية لهثت وراء أخباره، وكيف تناول المنتدى القضايا الكونية وهذه الحوارات المتبادلة بين الشباب والقادة؟ بالتأكيد كانت لك مشاهداتك، وهو سؤال يجب أن يسأل في ختام هذا المحفل الدولي، كيف رآنا الآخر وكيف نحن في عيون الآخر الآن؟ نعم، أنا بس في عجالة سريعة، هناك ثلاث محاور في الإجابة على سؤال حضرتك دلوقتي. وهو الجزء الأول فيما يتعلق بالفن والإبداع، أن مصر قدمت تجارب أكثر من تجربة فنية وإبداعية في هذا المنتدى. الجزء الآخر هو مسألة الجاهزية الدولة. الجزء المهم هو مجموعة الرسائل السياسية التي أطلقها السيد الرئيس في المؤتمر الذي عقد مع المراسلين الأجانب بمصر، وهذا المؤتمر كان له صدى كبير على مدى الساعات القليلة الماضية على مستوى العالم حينما تحدث عن الملفات الشائكة في منطقة الشرق الأوسط، ومنها قضية سد النهضة وقضية الهجرة الغير شرعية وغيرها من القضايا والوضع في السودان. وكان الرئيس صريحا في الحديث مع المراسلين الأجانب إلى أبعد الحدود، خاصة في الحديث عن الوضع الاقتصادي، كيف كانت مصر قبل سنوات وكيف أصبحت الآن. بالتأكيد أن هذه التساؤلات كانت تحتاج إلى إجابات، وأن السيد الرئيس قدم عرضا وافيا، ولكنه أكد على أن مصر في سبيلها لتقدم كبير، وأن ذلك يتطلب إرادة من الشعب المصري، وأن دائما ما يشير السيد الرئيس إلى قدرة الشعب المصري على التغيير. نعم. طيب أستاذ شريف، يعني في أكثر من توصية خرج بها هذا المنتدى، تلتها دكتورة رشا راغب،
خليني يعني لو نبدأ مع حضرتك نظرة تحليلية وقراءة سريعة لهذه التوصيات. أول هذه التوصيات الدعوة لتأسيس مجلس أعمال مشروعات إفريقيا، والذي يجمع رواد الأعمال من الشباب ورجال الأعمال بهدف توفير وربط أفكار وابتكارات الشباب بفرص العرض ومبادرات التمويل، وأيضا دعوة منظمة الصحة العالمية لتبني مبادرة للاعتراف المتبادل باللقاحات وتوطين تكنولوجيا تحلية المياه في كل دول العالم. هذا ما تلته دكتورة رشا راغب. هذه التوصيات إلى أي مدى كانت يعني ملائمة وغطت كل القضايا التي طرحت في هذا المنتدى برأيك؟ يعني دعني أن نستمد حديثنا من كلام السيد الرئيس أيضا مع الممثلين الأجانب، وهو ما يتعلق بالجزئية التي أشرت إليها في التوصيات الآن. التوصيات بما أننا أمام منتدى حواري كبير له تأثيره في المنطقة وتأثيره في العالم، حديث الرئيس أيضا كان عن فكرة أن تعاني الدولة من الفقر المائي طبقا للمعدلات الدولية في هذا الشأن، وأن مصر تتمسك بوجود اتفاق قانوني فيما يخص مثلا قضية سد النهضة وفي التعامل بين الجانبين. أيضا مسألة التعاون الإفريقي المشترك، وأن هناك لا يمكن لدولة أن تعيش بمعزل عن جيرانها وعن القارة التي تنتمي إليها، وأن مصر خلال السنوات القليلة الماضية استعادت دورها الأفريقي الكبير بشكل ملحوظ، وهناك بعض يعني العقبات البسيطة، ولكن يعني كما قال السيد الرئيس قبل ذلك لا يجب علينا أن نقلق، ليس من يعني من شكل مصر ولا من حالها ولا من قواتها أن تقلق من أي وضع. ولذلك الفترة المقبلة أعتقد أنها ستشهد تعاونا كبيرا على المستوى الإفريقي، وربما سيتحول ذلك في شكل بروتوكولات تعاون كبيرة في التصدير المنتجات المصرية إلى أفريقيا، ومدى إيمان الدولة بأن الاستثمار يكون استثمارا متبادلا مع القارة السمراء. صحيح. أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي أستاذ شريف عارف. وبالفعل دعوة لعقد قمة عالمية أيضا اقتصادية لمؤسسات التمويل الدولية والدول المانحة لبحث أفضل السبل والآليات لمساعدة المجتمعات الفقيرة والأكثر فقرا، سأعود ويكون لنا قراءة تحليلية وتفصيلية أكثر عن كم التوصيات التي خرج بها المنتدى.